أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية بدء المرحلة الثانية من معركتها للسيطرة على مدينة الرقة، مشيرة إلى أن أفراد داعش لجأوا إلى استخدام الأسلحة الثقيلة في محاولة لمنع التقدم. وكبدت قوات غضب الفرات مسلحي التنظيم خسائر فادحة وقتلت نحو 100 مسلح خلال المعارك الأخيرة في المدينة. كثف الجيش اللبناني قصفه على مواقع تنظيم داعش في جرود بلدات رأس بعلبك والفاكهة والقاع عند الحدود مع سوريا، في مؤشر على اقتراب ساعة الصفر للمعركة التي يستعد لخوضها ضد التنظيم. يأتي ذلك بعد زيارة قام بها قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إلى مقر قيادة العمليات في منطقة بعلبك، أتبعها بجولات تفقدية للوحدات العسكرية. أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن الآلاف من النازحين العراقيين من مدينة الموصل ما زالوا يعانون من الصدمات النفسية الحادة والانهيار العصبي رغم مرور أسابيع على تحرير المدينة من احتلال داعش بسبب ما تعرضوا له من عنف ومعاناة خلال 3 سنوات تحت احتلال التنظيم. وأفادت المنظمة في بيان لها أن غالبية المتضررين هم من الأطفال. قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كاي هايلي إنه يجب تحميل إيران مسؤولية إطلاق أي صواريخ في المستقبل ومساءلتها في دعمها للإرهاب وفي عمليات انتهاك حقوق الإنسان من خلال مجلس الأمن. جاء ذلك عقب تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق التي قال فيها إن بلاده يمكن أن تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية خلال ساعات. قتل 27 شخصاً وأصيب 83 آخرون بجروح في 3 تفجيرات انتحارية قرب مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا. وقالت مصادر محلية إن انتحارية فجرت نفسها في سوق شمال شرقي نيجيريا، فيما فجر انتحاريان آخران نفسيهما عند بوابات مخيم قريب للاجئين فأصابا عدداً كبيراً من الأشخاص بجروح. في تحدي لفضيحة البيض الملوث التي هزت الزبائن الأوروبيين، حولت بلدة بلجيكية نحو 10,000 بيضة إلى طبق عجة عملاق. وعمل طباخون ومتطوعون لإنجاز عملية الطهو الضخمة باستخدام أواني خشبية ومقلاة زيت عملاقة، ثم وزعوا الأكل على الجمهور. الموجز إلى اللقاء.